شباب قناة شباب نت نيوز. السلام عليكم. تجتمع لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم الأحد 15 شتنبر بالعاصمة المصرية القاهرة للنظر في استئناف الوداد الرياضي ضد قرار لجنة الانضباط الذي أكد فوز الترجي التونسي بنهائي عصبة الأبطال الإفريقية. وكانت لجنة الانضباط التابعة للكاف قد قررت بأحقية الترجي الرياضي التونسي بالتتويج بدور الأبطال على خلفية انسحاب الوداد من مباراة الإنجاب برادس والتي توقفت في الدقيقة 58. هذا واكتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بوضع بطل دوري أبطال إفريقيا ضمن قرعة كأس العالم للأندية 2019 دون تسميته، رغم قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بإعلان الترجي التونسي بطل للقارة السمراء. وكشفت الفيفا عن الأندية المشاركة في البطولة وهي ليفربول الإنجليزي ومونتير المكسيكي وهانجن سبورت من كاليدونيا الجديدة وبطل دوري أبطال آسيا الذي سيتحدد يوم 24 نوفمبر المقبل وبطل كأس ليبرتادوريس والذي سيتحدد يوم 23 من الشهر نفسه. هذا ولم يحدد الاتحاد الدولي الفريق المشارك من قارة أفريقيا، علما بأن الاتحاد الإفريقي كان قد أقر تتويج الترجي التونسي بطل للمسابقة على حساب الوداد الرياضي. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.